نحكيوا على موضوع قاعد يدور وفما برشا أسامي. نبدأ بنوردو. نورس نوردو قام بتعليق وتأجيل جميع أنشطته الفنية وقرر أنه يتبرع بجميع عائدات غنيته على فلسطين للشعب الفلسطيني. ألي زيدا مازال كيعلق وعنده غناية في عيد ميلاده كذا قال أجلت كل شيء ونيزم نتبرع وغيره ما يلزمش ما نجمش نواصلوا العمل في الظروف هذه. يواصلوا ما يواصلوش سفيان معناتها لأنه فما هجوم على الناس اللي تخدم في الانترنت في الفن في الكذا ما يزمش تظهر حفلة. شنو التصرف؟ نقرأ لكم من العمارة اش كتبت ونكملوا نسكروا الحكاية الكل. كتبت كان سافرتي سبوك خاطر مش وقت سفر، كان غنيتي سبوك، كان غنيتي سبوك خاطر مش وقت غني، كان هبطت ستوري على فلسطين يقولوا لك برت لهي بغنيك، شنو نعملوا نربوا عيدينا ونشدوا الدار، نعمل فيديو نبكي فيه باش نوريكم اللي انا حزينه، ركوب على الحدث لتلميع الصوره مش جوي جمله. فوالا معناتها اللي ما عملش يتهم في العمل ركوب على الحدث. ما العمل باش نسالكم الكل تو بالواحد بالواحد ما فيكم نورس، ما العمل سفيان؟ وشكون صحيح نوردو إلي من العمارة اللي خبى اللي ورى شنو ما الفعل ماذا نفعل؟ والله يا خويا نوفل في تاريخ ما تنجم تبقى لك كان مواقفك مواقفك تقول لي انت زينة ولا زعما ركوب على الحدث. شنو ركوب على الحدث؟ معناها انا كانوا عندي 10 حفلات نحيتهم تضامنوا مع فلسطين، انا والحدث باش نركب عليه انا طبعا. انا خاسر، انا اللي باش ندخل فلوس وكذا ومن، لكن انا نحس روحي اني انا وموان نلقى طريقه نجم نعبر بها على الالم نتاعي على باش نسالك سفيان بلالك معنا ماك. لو كان الويكند جاي عندك 3 عروض مسرحيه تلغيهم نلغي بالحق؟ والله ما عندكش مخ؟ والله نلغي. ما عندكش مخ باش تمثلوا؟ صحيح اول نفسيتك صح شنو تو باش تجي انت تعمل مسرحيه وخاصة احنا نخدموا في الكوميديا وكذا باش كي 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 في وضعية الناس مش لاقين حل. احنا عندنا برنامج مفرد على عباد برنامجنا هذاك ما قالوا احنا معناتها الهدف نتاعنا هو الضحكة ولا ما تنجمش ما تنجمش واللي معناها عاجبه شيء ولا شيء يخدم على روحه ويسكت وكا جينا نتعود عليك للدار قلنا لك ما فما شكون تعرض للهجوم وليد؟ انا والله ثم حريه نتاع كل واحد كيفاش ينجم يعبر. لا ما هو فما ناس اللي كي وراو هجموهم ناس اخرين. ثم ناس زاد اخويا زاد انت تبعث الواحد تسب فيه معناتها ميساجات وتقول له شبيك ما تعملش شبيك ما تعملش. يا اخويا كل واحد حر متضرر. تكتب لا عاد صلي على النبي. شنو تصلي على النبي يا وليد اخويا؟ يا وليد اخويا شويه الناس يرحم والديك. علاش شنو شويه الناس؟ يا وليد راك تعبتني يا سيد المدير. اعطيني تو نجاوبك. تكذب قصيده على صلاح انت. ها باش نقنعك انا. لحظه تكذب قصيده شبي صلاح ما هبطش تو تقول مش من حقه انت كذب قصيده قلت صلاح شبيك ما هبطش وتلوم تو على اللوم. لا ما عندها اللومش على شبيك ما تبرعش على الناس على الناس اللي تحكي يخسر البلال باش يلقى له حل. لوم على الناس اللي ما تبرعش اللي قالوا لي الناس اللي قالوا شبيك ما تبرعش ولا شبيك تعرف عليه انت في الخفاء تبرع ما تبرعش. قوله غلط ولا تعرف عليه بلا وليد ما تركح. والله نحكي على المواضيع على الموضوع هذايا اخي تو مانا العمارة هبطت وبوست وهبطت وكتبت اما الناس مش بد حد التبرع. علاش بيك تخدم؟ علاش بيك تمشي تخدم؟ وليد مش بد حد التبرع هنا. ثم نفاق اجتماعي عند الناس. ثم ناس قاعده تلوم في صلاح. ثم ناس قاعده لا مش لوم في صلاح كيفاش ما هبطش مش على التبرعات انا على الموقف انا مش بد حد التبرعات رانا تو نحكي اخي ماني الحكايه شنو ماني الحكايه قالوا لك كيفاش انت قاعده تخدم ونورمالمون تتبرع ونورمالمون تعمل حتى شيء حتى حد مش بالتبرعات. لا سبوها سبوا برشا الناس على التبرعات وليد وثم ناس عندها نفاق اجتماعي وليد. لا ارتاح مش عليه نرتاح هذا موضوع معناها ما خطفتش وليد شنو ما خطفتش ضيع كمال والله لا ضيعتها والله لا ضيعتها يا وليد ثم ناس ثم ناس اليوم يا سعد يسك ثم ناس قاعده تركب على الحدث والله يا نوفل ثم ناس تركب على الحدث يا نوفل ثم نفاق اجتماعي كبير عند الناس مش سايب اجتماعي الناس عندها نفاق اجتماعي سي بون وليد ستوب انا نطلب ستوب والله موقفي واضح واضح اوكي والله حيدتوني على الموقف بتاعي واضح سي بون سعدي 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 ياش نرجع يلا موقفك سعدي نعبروا نوريو ما نوريوش نخدموا فما شكون يقول لك انا خدمتي هذيك هي نمشي نعمل بيب انستغرام كذا نخدم ما نخدمش نوري حفلاتي فنان شو نعمل؟ شوف خويا الغالي شوف واسمعني وركز معايا وما هيش شعبوي تفضل يعيش خويا الغالي وما يقص علي حتى حد يرحم ولدي لا قصيت على الناس لحظه وسكر يلا تفضل اخزلي
أنا بالنسبة لي إن حكاية الوطنية وحكاية أنك أنت تتضامن وما تتضامن ما تتزرقش الحكاية، معناها ما هوش بالهمز وباللمز وكذا، كل واحد وعلى شنو تربى. الدنيا تجارب، هذه ماهيش عركة في حومة ولا إكيبتك خسرت ولا كذا، هذه قضية فلسطينية اللي احنا متربين عليها والشيء قاعدين نشوفه فيه قدام عينينا. معناه الوين الواحد التغم، معناه ما عادش ينجم يتفرج، ما عادش ينجم يعمل حتى شيء. باهي شوف خويا نوفل، يعطيهم صحة، ادخل لي الموضوع يعطيهم صحة. انا بالنسبة لي انا لعبيت اللي قالوا احنا باش نوقفوا كل شيء وكذا، ما همش باش يموتوا بالشر وما همش باش يباتوا البرة وما هم، اما تتسجلوا موقف نهار اخر يعطيه الصحة نورد ويعطيه الصحة كذا، وما همش كيما ركوب الحدث. فهمتني الجماعة الاخرين خويا هان عرفناه، ما انا بالنسبة لي انا ما نسبهمش، اما هان عرفناهم، هان عرفناهم، عرفنا شكون كذا وشكون كذا، باش غدوة ما يخليش الميكرو يبدا يهضرني والاخلاق وما الاخلاق والكذا والشجاعة والوطنية وكذا، هان فاهمين بعضنا، اما ما نسب حد انا كل حاجه في القلب بالنسبه لي انا. خلي كلمه بركه، معناتها انا رجعت روحي شويه وكاو، معناها بين الدقيق كلامك صحيح دخلت في هستيريا وواحد وسخنت، معقول كلام صحيح وما كرهمش. واضح يلا. بالنسبه لي طونكو هو معناها معروف ولا هي معروفه بيرسوناج بوبليك ولا حاجه، من المفروض انها معناها توري اللي انا راني عملتك الحاجه ذيك والا راني متضامنه. دونكو هي حكايه قضيه فلسطينيه وقضيه الناس كل تحكي عليها بالعالم الكل. اون بلوس جوست سامحني نوفل، ما فهمش علاش معناها تشنج كيما هكا هي والا غيرها، معناها منال عمارة ولا غيرها ولا كيما حتى مرام بن عزيزة. اوكي المواقف معناها بينك وبين روحك، اما زاد انت عندك جمهور الناس تستنى من عندك كيما محمد صلاح مثلا، محبوب يا جمهوره كذا موقفه معناها بخصوص محمد رمضان مثلا اعتذر قرني له في الكوب دافريك وكذا ونعتذر وراي فلسطين وكذا وكذا، قال انه ما ننساش اخواتنا الفلسطينيين. هو انا حبيت نقول انه انا ورزكم بارلان كومبارابل، معناها قارنش محمد صلاح ب من العمارة ولا ما ولا مرام بن عزيز سيرين قدام انا نحكي لك معناها في تونس يعني عندها جمهورها، ما تعيش مرحبا بحال الناس. لا نحكي لك، لا ماكش فاهمني معناها لفي، لا لفي نتاع محمد صلاح صح، لفي نتاع من العمارة ولا من المهبطه نحب نعمتي باري عومي ولا الحوسي وشكون كلمك، ما على 10 من الناس بعدين تمشي لها الحفلاتها وتحضرها. امشي للحفلات، انا بالعكس انا مع ريت خذ موقف من الاول، يا باش تكون مساند للقضية، مساندتك في الاخر للقضية نحكي راني على الناس اللي سوا دي زون اللي زعمة مشاهير زعمة فهمني، في اللي شيل ناسيونال مثال شي بيل كلنا زعمة مشاهيريه اللي شيل ناسيونال نحكي لك، ما فيش اللي شيل انترناسيونال. واضح معناها ركان انت مقتنع، خاطر في الاخر الحكايه ما فيها حد شيء، فيها اقتناع، انت مقتنع بالقضية هذية ان شاء الله حتى على قطوس مطيش في الشارع صحيح. راك وحدك لا خدمه لا حتى شيء، مش تكون مكرس وقتك باش تساند القضيه هذيك، اذا انت بينك وبين روحك ماكش مقتنع بها 100% اكيد راك باش تكون تمشي تخدم على روحك، تصور تسافر تصور كذا. يعني فما لحظه فما رد فعل عنيف من الجمهور اليوم اللي ظهر واللي كذا، الجمهور يرد بعنف، الجمهور ماخو موقف وباهت في كل المشاهير اللي يقولك خدمتي ولا بدا ومن خدمتي وكذا. هنا الجمهور لازم يفهم راي القضيه الفلسطينيه، هاني قلت لك مش كان القضيه الفلسطينيه راهو بلال، حتى كان ماكش مهتم بالقضيه الفلسطينيه احترمني ولا تجاهر، احنا نحكي راهو على التجاهر لانه الانستغرام والتيك توك والفيسبوك هو المجاهره، اعمل اللي تحب في الدار، اعمل حفله 24/24 اما ما توريش هذا شنو نقصدوا راهو معناتها العبيد مولاتو العبد اللي في وسط الوضعيه ذي وسط يراه في اللومبيونس جنرال بتاع المجتمع في الشارع، الناس تحسها حزينه في الفيسبوك في الانستغرام، جي انت تهبط تصويره بار اكزومبل انت مطيش في البحر ولا تشطح في السهريه ولا دبي كمان ما زاد يا صحيح كيما فوالا جوست على روحك شويه، اعمل صلاح اعمل صلاح اخويا فوالا كيما هاو باش نفسروا لكم، هاو باش نفسروا لكم، عندنا جارنا توفى ولدي نجح في الباك اليوم ما نزغرتش احتراما للي متوفي بجنبنا بارسبي فرحان من داخل ولدي نشوف اما ما نظهر اذا جارك يعني لك اي فما شكون جارو يتوفى جارو ما يعنيلوش تقوم يزغل من تونسي بصفه عامه جارو يعنيلو. هي فما كلمه صغيره، هي فما حاجه ممكن هذاك علاش برشا ناس رجعت مواقفها في اخر دقيقه
اي فخر دقيقه خاطر هي كانوا يسخيلوها قبل الحرب نتاع نهايرين ثلاثه على روح ولموا الموضوع وكذا ومنه يقول لك تو يتغم يسخيلوهاش حرب بالحجم هذا حرب معناها حرب حرب 10 ايام هذاك علاش حتى كي حتى الكيان بيدو هو بيدو تخل بعضه ولا يضرب فيه بو على اخوه تخل فيه واضح مواقف تبدلت كيما مثلا كيما نقولوا نحن نعطيك مثال كيما فما في حومه فما عرس مثلا فهمتني توفى حد وثم واحد توفى العباد تاع العرس يقولوا خويا نعرسوا بالساكته تفهم في نفس الموقف اللي قالوا نفس قال باك شنو الفرق ماني فرح الفرح يقول لك الفرح سابق بعد يقول لك خويا بالساكته كذا نعرسوا بالساكته احترام معناها للسيد اللي متوفي شكرا على الاضافه صعيب الحس هذه كنت تقول لي قال باك انت قلت عندي من اضافه هي الضغريطه معناها كرمال قلت صعيب ياسر الحس هذه تولي جديه شيء والله البطل لحظة تولي جدية عندي واحد ولا اثنين نحكي معهم.